نظن بأن كنا سنتظر مباراة صعبة، ولكن نظن بأن أدينا الثمن ديال 120 دقيقة اللي لعبنا في الكأس. كانت نقصنا الطراوة البدنية في الشوط الأول، جا ضربة جزاء ما عرفناش الحالة ديالها، ولكن الحمد لله أنها ضاعت. نظن بأن أجمل أطوار المباراة فريق اتحاد طنجة ما وصلش عندنا المرمى ديالنا، ولكن بداية الشوط الثاني كان ممكن أننا نسجلو خاصة من الجهة اليسرى بعد ما قدمنا التغييرات، ولكن تنظن بأن ما كناش جديين في واحد الفترة من فترات المباراة. في الوقت اللي كانت عندنا فرصة في المربع ديال العمليات ديال اتحاد طنجة اللي كنا ممكن نسجلوها تنضيعوها وتنعطيوها لاتحاد طنجة تمشيو تسجلوا علينا من المرتد. هنيئا اتحاد طنجة بهذا الفوز، وحنا هذا الهزيمة خصنا نتاركوا الأوضاع ديالنا في المستقبل. تنظن بأن كما قلت لك كاين عياء، كاين جوج ديال اللاعبين اللي غابوا علينا اليوم وصافي، ولكن ماشي هذا مبرر. تنظن بأن تعاملناش بشكل جيد مع المباراة، تنستحقوا أننا نهزموا. زكريا السلام عليكم سي جمال. فريق فتح الرباط يعني في المباريات الاخيره ديالو يعني حقق نقطتين، فريق فقد الكثير من النقاط في هذه المرحله الاخيره، شنو اللي خلى التراجع في مستوى فريق فتح الرباط؟ لعبنا جوج ديال المباريات خارج، واحده خارج الملعب واحده داخل الملعب، تعادلنا فيهم اليوم انهزمنا، يعني ثلاثه مباريات ولا ثلاث مباريات جبنا فيهم جوج نقاط. حتى الماتش ديال الكاس بيلانتيات يعني ماشي ربح الكاس. الكاس فيها كاس الواقع ديالو ماشي هو ديال البطوله. حنا بالنسبه لينا تنشتغلوا على حساب مقومات ديال الفريق. تنظن بان الا كنا تنحتلوا المرتبه الثالثه فربما، لان استفدنا من اخطاء ديال بعض الفرق في المرحله ديال الذهاب. الان الفرق فهي كاين واقع اخر، كما قلت لك غياب ديال عنصر واحد اليوم في وسط الملعب شكل علينا واحد المشكل، وبالتالي تنفتقروا لبعض القطع الغيار. الفعاليه الهجوميه تنقصنا ما تنسجلوش، لان تجونا بعض الفرص ما تنسجلوش، وبالتالي تنبقاو دائما معرضين للخطوره. تنظن بان اليوم اتحاد طنجه لو ان الكره ما قاصتش المدافع ديالنا ما كانش تسجل، كان ممكن يكون واقع اخر، ولكن خاصنا نعاودو عاوتاني نداركو الموقف، لان بغينا نبقاو في المراتب الاولى فخاصنا نسجلو. ما عندناش مقومات البطل باش نكونوا واقعيين، لان تلعبوا بالطريقه اللي تتناسب مجموعه ديال اللاعبين ديالنا. اليوم تنشوفوا بان في الشوط الثاني جاونا فرص من جهه في الشوط الاول جاونا فرص من الجهه اليمنى، ولكن التمريرات الاخيره ما تتكونش ناجحه حتى في الشوط الثاني، وبالتالي لازم اننا نغيروا شويه في طريقه اللعب ديالنا، لان ربما ولينا الانديه الاخرى تعرفونا كيفاش نلعبوا وتيوقفونا. بالنسبه للرياده فاحنا فريق اللي تنتعامل بواقعيه مع المقومات ديالنا، حنا تنحتلوا المرتبه الثالثه، ربما فرق اخرى تنافسنا الا ما سجلناش، لان كره القدم في المغرب في البطوله الا ما سجلتيش فاش تتكون معرض للهزيمه، لان ممكن تخسر جوج ديال المباريات وتربح جوج تولي عندك ست نقاط، ولكن الا تعادلتي ثلاثه المباريات تبقى عندك ثلاثه نقاط هزيمه، يعني راك تهبط في سلم الترتيب، وخصنا نداركوا هذا الشيء. ربما الا غنشوفوا النتائج اللي حقنا مثلا مع اولمبيك غريبكا اللي في المرتبه ما قبل الاخيره، اليوم انهزمنا مع اتحاد طنجه، يعني ملي لعبنا مع فرق ديال المؤخره ما كناش في المستوى، ولكن تنظن اليوم كان العياء ديال المباراه ديال الكاس، لان يلا لعبنا نهار الجمعه ومشينا ل 120 دقيقه. تنظن بان المخلفات ديال المباراه كانت واضحه على اللاعبين ديالنا، رغم هذاك الشيء راه مجموعه ديال اللاعبين قدموا مستوى طيب. تنظن بان نقصتنا الفعاليه الهجوميه، فريق اتحاد طنجه هو لعب بالمقومات ديالو، تنظن بانه ما سيطرش علينا في وسط الملعب، كان تيمتلك الكره ولكن ما كانش عنده فرص سانحه. تيبقى الهدف اللي تسجل علينا من مرتد واقع ديال كره القدم. نتمنى ان المباراه المقبله اللي غادي نواجهوا فيها فريق الرجاء اللي قريب لينا في الترتيب
نكونوا افضل ان شاء الله، نسترجعوا بعض اللاعبين، نسترجعوا الطراوه البدنيه باش يكونوا ان شاء الله افضل في النتيجه المقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا لإطالة الاطار المباراه المقبله ان شاء الله.